سبعة مصابين بالبيت برضه التاني ده فيه ستة ولا سبعة مصابين غير واحد مات البيت التالت دوت برضه فيه ناس مصابين انت كنت فين ساعة ال في الشارع كانت الساعة كام بالظبط المويه الساعة 11 يعني حالي بالوطن بيت الشارع البيت بتاعكم في كم اسره احنا ثلاثه انا واخويا واخت حتى اصلاح اول دور محمد وعياله اربع تنفار ورا واخته واخويا ثلاثه وعم حسين الله يرحمه اربع تنفار هو وزوجته وبنته وابنه كم واحد توفى من في الثلاث بيوت رقم سبعه ثلاث بيوت لا عم حسين هو اللي مات انا راجل موظف والحي جم دي كمان الوقت كانت واقعه الصبح يعني اللي حصل لما كان بيت قبل كده ايه 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 الماسوره مالها طيب طيب حد بيقول يحب يغوص
سبع مصابين لو عمر والبيت برضه الثاني ده فيه ستة ولا سبع مصابين غير واحد مات البيت الثالث دوت برضه فيه ناس مصابين انت كنت فين ساعه ال في الشارع الساعه كام بالظبط مويا يعني حالي بالوطن في الشارع البيت بتاعكم في كم اسره احنا ثلاثه انا واخويا واخت حق اصلاح اول دور محمد وعياله اربع تنفار ورا واخته واخويا ثلاثه وعم حسين الله يرحمه اربع تنفار هو وزوجته وبنته وابنه كم واحد توفى من في الثلاث بيوت رقم سبعه ثلاث بيوت لا عم حسين هو اللي مات انا راجل موظف والحي جم دي كمان الوقت هتقع الصبح يعني اللي حصل لما كان بيت قبل كده ايه 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 المسوره مالها